السلام عليكم باشمهندس سينا وباشمهندس سيد، الفرقة الأولى بالأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكون بخير يا رب العالمين. مع حضراتكم دكتور هشام يحيى عبد الملك، مدرس بقسم الهندسة المعمارية بالأكاديمية الحديثة بالمعادي. هكمل معاكم النهاردة المحاضرة الستة، مادة إنشاء معماري واحد بقسم الهندسة المعمارية. هنتكلم النهاردة في المحاضرة عن البناء بالأحجار. تعتبر الأحجار من أوائل المواد الطبيعية اللي استخدمها الإنسان عبر العصور والحضارات القديمة، وبتتفوق عن باقي المواد الأخرى في المتانة والشكل، بالرغم من إنها غالية جدا في السعر وصعب إننا نحصل عليها بسهولة، لكن بتدي لوجهات المبنى طابع معماري مميز. بيتم الحصول على الحجر الطبيعي من الصخور اللي بتتشكل من قشرة الأرض، وبيعتبر الصخور والحجر هما في الأساس نفس المادة، لأن الصخور اللي بيتم استخراجها بيتم تسميتها بالأحجار. وبيتم تسمية الحجر اللي بيستخدم في المباني بحجر البناء، بيتكون من طين ورمل اللي بيكونوا موجودين على سطح الأرض نتيجة التحلل الفيزيائي والكيميائي للصخور بسبب الأمطار والرياح. بيعتبر الحجر مادة طبيعية ليها خصائصها، وبتكون غير متناسقة وبتختلف أشكالها إذا كانت من الألواح أو الكتل اللي بيتم الحصول عليها من حفرة المحجر. بيصف الجيولوجيون بأن الصخور اللي بتكون موجودة على سطح الأرض بأنها صخور نارية أو بركانية إلى البازلت أو الجرانيت، أو صخور رسوبية أو صخور متحولة. وبيتم تصنيف الأحجار اللي بيتم استخدامها في البناء بأنها جرانيت أو حجر جيري أو رخام أو حجر رملي أو كوارتزيت. تمام، الجدول قدام حضراتكم بيوضح المواد المختلفة من الحجر المستخدم في عمليات البناء الخارجية والداخلية للمبنى. إذا كان المبنى هو exterior wall cladding بنستخدم الجرانيت أو الماربل أو اللايمستون، أو في أساس الانتيريور wall cladding بنستخدم الجرانيت والماربل واللايمستون، والانتيريور flooring الأرضيات بنستخدم الجرانيت والماربل والسليت، والستيرز بنستخدم فيها الجرانيت، والكيتشن بنستخدم فيها الجرانيت، والباث روم بنستخدم فيها الجرانيت والماربل، وبنستخدم طبعا اللي هي عندنا الطبانات وعندنا الجلسات بنستخدم فيها جرانيت او الماربل او لايم ستون، وطبعا في الروفينج بنستخدم سليت. طيب احنا لازم نعرف يعني ايه تعريف البناء بالحجر. البناء بالحجر هو مجموعه من الوحدات اللي بتكون مرتبطه مع بعضها البعض عن طريق المونه الاسمنتيه، وده بيكون مبني على ترتيب الحجر في عمليه البناء وعلى درجه الثقل في تشطيب السطح. وبيتم تصنيف طبعا بناء الحجر الى نوعين، بناء لما بالحجر الدبش او بناء بالحجر المنحوت. طيب تمام، هنا بيوضح لك طريقه البناء بالحجر بتكون ازاي، وهو شادد الخيط وبيحاول يساوي الحيطان بتاعه الحجر، وطريقه رصها ازاي. تمام، بيوضح لك السكتشات اللي على اليمين، كل ما يكون المدماج متماسك اكتر او طريقه ربطه تكون افضل، كل ما هيكون طريقه انهياره تكون صعبه جدا. تمام، طيب في خصائص عامة للبناء بالأحجار، بأن الحجر المستخدم في أعمال البناء تكون صلبة ومتينة، لازم الضغط اللي يكون على الأحجار لازم تكون عمودية، ما ينفعش إن إحنا نستخدم الأحجار المكسورة أو الأحجار الصغيرة، لازم تكون الحجار مربوطة ببعضها ببعض وتكون متينة بحيث تتحمل الأحمال اللي واقع عليها. بتتوقف متانة البناء على أساس حجم ونوع الحجر المستخدم وعلى سمك ونوع المونة برضو. لازم نستخدم الأحجار اللي بتكون مبللة بشكل صح عشان نتجنب امتصاص رطوبة المونة. لازم نراعي ان العواميس ما تكونش متقطعه في البناء، وان الاحجار بترقد فوق مونه مستمره، واللحمات الافقيه والراسيه اللي بتكون جوه الحيطه لازم تتملي بالبونه بين الفراغات الداخليه بين الاحجار، ومش بيزيد سمكها عن 2 سنتيمتر. هنتكلم دلوقتي اول نوع من انواع البناء بالحجر، وهو البناء بالدبش. هو بيتكون من حوائط جوانبها بتكون غير منتظمة، معنى أصح مش بتكون بزوايا قايمة مع بعضها. بيتم طبعا تقسيم الدبش إلى نوعين، منتظم وغير منتظم، مداميك أو بدون مداميك. وفي النوع الغير المنتظم بتكون اللحمات بتكون غير منتظمة، وتكون الأحجار من المحاجر أو قاعات الأنهار. في النوع المنتظم بتكون اللحمات على خط واحد بين الأحجار، وبيتم اختيار الأحجار وتشكيلها باستخدام المطرقة عشان تتناسب مع المساحات المختلفة. وبيتم تقسيم البناء بأحجار الدبش لكذا نوع، في مباني دبش بلدي مقلب، تمام، وده مش بيكون ليها شكل محدد، بتتبني الأحجار زي ما هي بأحجامها المختلفة من غير ما احنا نهذبها أو ننحتها. وفي النوع التاني اللي هو في مباني دبش بلدي مخصص، تمام، وده بيتبني بنفس الطريقة اللي فاتت
لكن الاحجار بتكون في صوره في صوره مناميك، القطع بتكون القطع فيها كبيره، بتحدد لنا ارتفاع المدماج نفسه، وعلى اساسه بيتحدد ارتفاع الباقي الاحجار. طب في مباني الدبش اللي هي المارون، وده هنتكلم عليه برضو قدام يا شباب، ده بيتم تهذيبه طبعا الاحجار بتاعته، لكن مش بيتنحت، وده بيختلف على حسب المقاسات والاحجام، وبيتم طبعا تسطيح الاوجه الحجر نفسها، وبتستعدل بالزوايا اللي بتكون قايمه، وبعد كده بتبتدي في صوره ايه مداميك، مش شرط تكون متساويه في الارتفاع، وطبعا في انواع كتيره مختلفه كتير بتستخدم في البناء بالحجر الدبش. تمام، هنا بيوضح لك النوع اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الدبش البلدي، اللي هو ده النوع الاولاني، بيوضح لك ان طبعا هنا العواميس طبعا معموله بطريقه عشوائيه، الحجر طبعا مش متساوي في الاحجام او الشكل، طبعا هو طبعا ده ممكن يسبب ضعف في طبعا، بس هو بيحاول يحط هنا حجر كبير كل الجزء هنا عشان يحاول يعمل توازن في المتماك نفسه. تمام، طيب عندنا في راندوم رابل كورسد ان كورسد، ده طبعا بيقول لك ان دلوقتي في نوع بيكون على شبه المداميك، لو لاحظت ان هو عامل طوب كبير، وبعد كده هو العرموس هنا يعني بيتعمل كل 40 ل 60 سنتي، اوكي يعني بيحاول يعمل المدماك، هنا هتلاحظ ان العرميس عشوائيه، ما فيش مدماك متحدد، اوكي هيتوضح لكم في السكشن اللي جاي. طبعا هنا بيتوضح لحضراتكم ان هنا ده الدبش البلدي المداميك، هتلاحظ ان هو بدا يعمل مدماك متحدد من 40 ل 60، 40 ل 60، 40 60، العرموس بيبقى موجود وبيبتدي يتحدد. تمام، طبعا هنا العرض بيكون 40، تمام عرض القاعده هنا بيكون 90، هنا طبعا بيبتدي يميل على لغايه 50 سنتي، اوكي عندك اللي بيكون دبش بدون مداميك، لو لاحظت ان هو هنا العراميس مش بتكون متساويه او مش معموله بطريقه تقدر ان تكون الحيطه متماسكه فيها، تمام، وفي نفس الوقت مش بتكون متحدده بمسافات معينه، اوكي عندك طبعا هنا العرض بتاعها بيكون 30، وطبعا بيكبر لغايه ما يبقى 35، تمام عرض القاعده هنا بيكون 70، تمام يا شباب. طيب عندنا النوع الثاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو دبش المارون، في عندنا نوع برضو بيكون بداميك، والنوع الثاني بيكون طبعا يكون مش بدون مداميك، تمام برضو نفس الكلام ان العراميس بتكون متحدده، وهنا طبعا العراميس بتكون تحس هنا في عشوائيه في ترتيب الاحجار، تمام في الجزء على اليمين على الشمال، تمام يا شباب. عندكم المداميك المنتظمه زي ما موضح لحضرتك على اليمين اهو، تحس ان هو شبه الطوب شويه، مترص بطريقه منتظمه، والعرميس بتكون منتظمه، وطبعا في فاكرين المسافه اللي احنا كنا بنقول عليها مسافه الطيه، بتبقى تحس ان هو كده متوازن، نفس الحكايه ده ممكن يكون قريب شويه اللي في النص ده، قريب شويه ان هو يكون قريب للانتظام شويه زي المداميك، تمام ده يعني مش منتظم خالص، يعتبر مش منتظم خالص على الشمال، ده بيكون طبعا هو عاملك شويه صغير شويه كبير، المقاسات مختلفه، العراميس طبعا مش متوازنه، راح ده بيكون غير منتظم. طبعا في الانواع اللي بعد كده، في دبش بيكون احجار بدون طبعا بتكون بميكانيك مايله، او يكون في احجار بتكون الحجر نفسه بيكون مستديره، او يكون الاحجار بتكون مضلعه. تمام، هنتكلم عن تاني نوع من انواع البناء بالحجر، وهو البناء بالحجر المنحوت او الدستور معنى اصح، وهي اما تكون منحوته او ثلاثات او مضلعات. تمام، لو كان من الدستور بيتم تشكيل قطعه الاحجار، وبيتم نحت سطحها وبتساوي على هيئه قطع بتكون زاويه قايمه، لكن بتختلف على حسب مقاساتها، وبيتم بنائها في صوره مداميك، ومش شرط تكون متساويه في الارتفاع، وليها اكتر من نوع، يا اما تكون مبنيه من الحجر المنحوت، او تكون مبنيه من الحجر المنحوت من جوه وبره، ويكون ما بينهم دبش عشان تكمل سمك الحائط، او تكون مبنيه من حجر منحوت من خارج بس، ويكمل بقى الحيطه تكون من الدبش او الطوب، او تتعمل النواصي والسفل والمداميك الافقيه والراسيه من الحجر المنحوت، ويكون باقي الحيطه كلها من المباني الدبش او الطوب. والنوع الثاني من الحجر المنحوت المباني الثلاثات، بتتنحت الاحجار وتساوي على هيئه قطع، وتكون قايمه الزاويه، وبتكون ابعادها متساويه، وبيتم بنائها في مداميك منتظمه، وتكون بارتفاع واحد. والنوع الثالث من الاحجار المنحوته برضو هي الاحجار المضلعه، بتكون الاحجار منحوته ومتهذبه في لحمتها في الواجهه، وبتستخدم في الواجهات، وليها اكتر من شكل، بيكون متمن او مسدس او مربع. حضراتكم هنا بيبين ليك طريقه التشطيبات المختلفه للاحجار المنحوته، وطريقه عملها في التنفيذ، اوكي يا شباب. طيب
هنا بيوضح ليك الجوينتس الشكل بتاعها للايه طبعا الاحجار المنحوته لما تكون على شكل في او تشانلد، تمام. وهنا على اليمين اللي بيوضح لحضرتك ان يعني التشطيبات المختلفه والاشكال المختلفه للحجر المنحوت وطريقه الجوينتس نفسها بتكون عامله ازاي وطريقه الربط بتكون عامله ازاي ما بين الاحجار. اوكي، طيب هنا مقارنه بسيطه بيوضح لحضرتك الفرق ما بين الجوينتس ما بين الرابل والاشرل. بيقول لك ان الوقت لما يكون زي ما احنا اتفقنا قبل كده بيوضح لك على الرسمه اللي على الشمال ان الوقت لما عملها مداميك شفت الانتظام في الجوينتس نفسها، بينما لما كان عملها عشوائي تحس بالعشوائيه في ايه انتظام طبعا عدم انتظام في العراميس والاحجار وارتباطها ببعضها البعض. لما عمل برضو في الاشر عمل ليها برضو الاحجار اشكالها مختلفه وطريقه مقاساتها مختلفه تحس بالعشوائيه، وان العراميس ممكن تسبب دي ضعف في المدماك نفسه لما بيبقى مدماك زي الطوب، تلاحظوا ان في حتى مسافه الطيه وطبعا مسافات متساويه والشكل العراميس منتظم. طيب هنتكلم دلوقتي عن الطبانات اللي بتصنع من الحجر. دي بتتعمل الطبانات دي من الحجر طبعا، ويراعي في تشكيلها السطح العلوي انه مش يكون مجمع للامطار، عشان كده احنا هتلاحظوا في الرسومات اللي قدامكم ان احنا بنخليه سطحه بيكون مايل. بيراعي طبعا ان احنا نعمل مفحار او دمعه في بطنيه الطبانه زي ما احنا شفنا في القطاع الهيكلي، هتلاحظوا على اليمين وشمال الطبانه دي بنسميها دمعه باينه من اسمها، عشان دي بتساعد على تساقط الامطار نفسها بانها تكون بعيده عن الحيطه. بيتم تثبيت قطاع خشبي طبعا، لو احنا عايزين نثبتها بيتم تثبيت قطاع خشبي بيربط قطعة الحجر في المفحار بيكون خاص، مع احنا بنقدر ان احنا نحفرها بالمونة او بنستخدم حاجة اسمها الكلابة دي من الحجر او الصلب عشان نربط الحجر بين قطع تانية، مع ان احنا برضه نحط المونة فوقها. ممكن نستخدم برضه قطاع حجري عشان يربط ما بين حجرين بيكونوا جنب بعض ونعمل نحقن ما بينهم بايه بمونة اسمها ايه بمونة اسمنتية، تمام يا شباب. طيب عندنا برضو الجلسات اللي بتكون من الحجر الشبابيك، هو يعتبر جزء بيكون من الحجر في مستوى افقي تحت بيكون تحت الشباك، برضو بنفس الكلام بيتبني من الحجر، وبنراعي ان تشكيلها لازم يكون مايل عشان الامطار عشان ما تكونش هي مجمعه للامطار. لازم برضو ان احنا لما نيجي نعملها نعمل برضو لازم نعمل برضو حته اللي بنسميها الدمعه عشان برضو تبعد الامطار عن الحيطه. لو عايزين نثبتها بنفس الطريقه برضو بتاعت الطبانه، ان احنا ممكن نعمل نثبتها بقطاع خشبي ونربطها بقطاع حجر في مفحار، تمام، ونحقن برضو بمونه او نستخدم الكلابه برضو أو عشان نربط الحجر بين قطع حجر تانيه ونحط ما بينهم مونه، وممكن احنا نستخدم قطاع حجري نربط ما بين حجرين متجاورين ونحط ما بينهم مونه اسمنتيه، نفس الطريقه برضو يا شباب. طيب عندنا بعد كده في الكرانيش اللي بتكون من الحجر، نستخدم الكرانيش الحجر دي في المباني عشان تدي مظهر جمالي معماريا وايه برضو عشان تظلل. بتتبني الكرانيش الحجر يا شباب عشان تستقر عليها الدروة بتاعت السطح، ومع طبعا ان احنا بنربطها مع اول مدماج للدروة بالكورنيش، تمام، عن طريق ايه بقى يا شباب؟ بنربطها عن طريق الخوابير او مسمار جويد بصامولة. بيتم ربط قطع الحجر اللي بتكون مكونه للكورنيش عن طريق مفحار بين كل قطعتين، وبنحط برضو ما بينهم مونه اسمنتيه. بيظهر شكل قطعه الحجر في مناطق الاتصال مع الاحجار اللي بتكون متجاوره على شكل حاجه اسمها حدوه حصان. ليه بقى احنا بنعملها على شكل حدوه حصان؟ عشان احنا نمنع استقرار مياه الامطار، تمام يا شباب. طيب احنا هنتكلم دلوقتي من الجزء الثاني من المحاضره، وهنتكلم عن البناء بالعقود. بيتم بناء عامة الحوائط اللي بتركز عليها العقود بشكل عام في شكل رباط انجليزي او فلامنكي، وبيتم طبعا توزيع الاحمال من فوق لتحت عشان نتيجة ايه حمل الجاذبية، ويتم انتقالها بعد كده للاساس. احنا طبعا احنا بنعمل عقود في جميع الحوائط في مدماج واحد بيكون جزء واحد مع بعضه، بيتم الربط بينها بلحامات من المونة الاسمنتية وبتكون متداخلة من فوق وتحت، تمام. طيب طبعا احنا بيتم توجيه الاحمال اللي بتكون في الجزء العلوي من الحائط طبعا لتحت، وبتكون على زاويه 45 زي ما موضح لحضراتكم في السكتش، بحيث تتنقل الاحمال فوق الفتحه او العتبه، تمام، بدون ان هي تستقبل كل الحموله على العتبه نفسها عليها عشان ما تكونش عليها مباشره يعني. وكمان عشان كان برضو لازم ناخد بالنا ان يكون ارتفاع المباني اللي فوق العتب يكون اكتر من نص العرض، تمام يا شباب. طيب العقود اللي احنا لازم نعرف ايه هي تعريفها المتعارف عليه. العقود هو ترتيب خاص من الاحجار
او الطوب، يعني ممكن العقود تتعمل من الطوب او اي ماده تانية بس تكون صلبه وتكون متراصه جنب بعض، تمام؟ عشان تكون على شكل خط معمول زي القوس، تمام؟ يقدر ان هو يتحمل احمال عليه، ويعتبر هو تغطيه للفتحات عشان يوزع زي ما بيقولوا الضغط على الاكتاف اللي هي الجوانب الفاتحه يعني، وكمان عشان يدي للمبنى شكل جمالي معماري. بيتكون العقد طبعا من صنج منحوت، وبتكون اللحامات بينها متوجهه كلها للمركز. والعقود دي اشكال كتيره زي ما وضح حضراتكم في الصوره اللي قدامكم، ممكن يكون احادي المركز، ممكن يكون ثنائي، ممكن يكون ثلاثي، ممكن يكون رباعي، ممكن يكون خماسي، والعقود ممكن تكون متعدده المراكز كمان، او ممكن تكون عقود مستقيمه. عندنا في شويه مصطلحات بتكون خاصه بالعقد وتكويناته. ايه هي صنج العقد مثلا؟ هو الاجزاء اللي بتركب منها العقد. المفتاح العقد الكيستون ده بتبقى الصنجه اللي بتكون في يعني بتكون في منتصف العقد نفسه. في تاج العقد، عندنا الجزء العلوي للمفتاح العقد. الرجل او منطقه العقد ده بيبقى الجزء اللي بيرتكز عليه خصر العقد. الخصر العقد هو النصف الاسفل من العقد نفسه. عندنا تنفيخ العقد اللي هو السطح السفلي المنحنى العقد، او بنسميها بطنيه العقد. تتويج العقد هو المنحنى الخارجي للعقد. عندنا البحر او الاسبان هو الفتحه او اتساع العقد نفسه. الجنزيره اللي هي رينج هي مدماج العقد. نقطه الاتصال سبرينج بوينت، سبرينج بوينت دي بتبقى نقطه بدايه استدارة العقد نفسه. عندنا السهم بتكون عباره لا رايز ارتفاع العقد. عندنا بعد كده السامبوسكا اللي هي بتكون الجزء المحصور بين عقدين متجاورين، تمام. طيب احنا عندنا مكونات العقد نفسه، دي هي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، الكيستون، وطبعا هنا هي تاجر العقد اللي هو كراون. عندنا كيستون هو مفتاح العقد. عندنا بعد كده منحنى العقد نفسه عرفناه شكله. طبعا عندنا الرايز، اللي عندك بعد كده المنحنى التنفيخ اللي هو موجود، وعندك السبرينج بوينت اللي هو اللي احنا عندنا طبعا ده برضه، وعندكم برضه الجزء اللي هو رجل متكئ العقد نفسه واجزائه واشكاله دي لو جالكوا سؤال. والجنزيره طبعا احنا عرفناها شكلها الرينج. ده كل ده عشان انت لما تيجي في الامتحان لو دكتور الدكاتره جت سالتك تبقى انت عارف ايه هي المكونات. لا ممكن يقول لك ممكن اعرف لي ايه هي المكونات وتفاصيل العقد نفسه، راح انت تبقى عارف السكتش والتعريفات بتاع كل جزء. وهنا بيوضح لك طريقه شكل العقد ازاي بيرتبط ببعضه ببعض، تمام يا شباب. طيب تمام، هنا بيقول لك الاشكال المختلفه لشكل العقد. في عندنا في عقد بيكون مستقيم موثق، بيبقى توثيق ظاهري اللي هو بيكون عند حضراتكم هنا، تمام. طبعا عندنا في برضو عقد مستقيم موثق توثيق ظاهري، وحتى ده بتلاحظ ان هو عامل زي اللسان كده بيتركب شبه الباركي، يعني ما عارفين شكل الباركي لما بيتركب فيه لسان كده بيتركب مع لسان تاني عشان معشوق حاجه شبهه. طب عندنا بعد كده عقد مستقيم مسنن، عندك هو بيبقى شكل زي مسنن كده، تمام. وعندنا عقد موتور بيبقى طبعا مش بتبقى دايره كامله، في هنا ده توثيق ظاهري، وده على الشمال ده توثيق غير ظاهري، بيبقى ليه لسان بيركبهم مع بعض. بعد كده عندنا عقد موتور برضو زي شبه ده بس بيكون مسنن بالشكل ده. اللي على الشمال ده حضراتكم طريقه عمل العقود من الطوب وشكلها، وطريقه ربط العراميس ببعضها البعض. اوكي يا شباب، طيب احنا عندنا دي اللوحه ان شاء الله اللي احنا هنسلمها. عندنا الرسومات اللي حضراتكم فوق دي هي انواع الطبانات واشكالها، دي هتكون بسكيل 1 لـ5، بينما انواع عندنا العقود هتكون بسكيل 1 لـ20 واشكالها طبعا، واحنا لسه شارحينها من شويه. ودي مكونات العقد باشكالها طبعا. طبعا لازم تكتبوا البيانات والتعليقات تحت كل رسمه يا شباب عشان ما تنقصوش. وبعد كده عندكم ان هي طبعا هي ده سكيل هيكون بكام، 1 لـ10 كده. انا حضراتكم خلصت المحاضره النهارده ان شاء الله، وارجو انها كانت سهله على حضراتكم، واشوفكم على خير، وشكرا لحضراتكم جميعا.